طبعا بخصوص مباراه بكره عندنا طبعا تصريحات، ودي حذرنا قبل كده، ويمكن عملنا قبل كده حلقه فارس واشدنا بالكابتن علي ابو جريشه واشدنا بالكابتن سيد بازوكا، وقلنا يا جماعه ان العلاقات الجماهيريه بين الانديه الجماهيريه المفروض تكون في اطار منافسه في كره القدم، وان النادي الاهلي ملوش اي دخل باي شيء يخص نقل مباراه من ملعب لملعب، بل ان احنا اثبتنا ان النادي الاهلي هو المتضرر من لعب مباراته مع الاسماعيلي المباراتين في ارض محايده. لكن يا فارس، البعض مصر ان هو يدخل قضيه ملعب اسماعيليه في الموضوع بشكل، ويدخل النادي الاهلي ويزج باسمه بشكل غير طبيعي. دي قصتنا على فكره، احنا حريصين كل الحرص اولا على النادي الاسماعيلي، ثانيا على فكره ان الاجواء الجيده اللي حاصله تفضل موجوده وتفضل العلاقه دي مستمره ونبني عليها. ولكن من حرصنا ده بنتكلم في الفيديو ده، لان في بعض العبارات في الفيديو تحتاج ان احنا نقف عندها ونوجه رساله بكل هدوء وبكل روح رياضية قبل المباراة، إن ناخد بالنا من كواليس الكلام، لأنه هو ممكن اللي يرجعنا لنقطة الصفر. نطلع ونشوف أستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي قال إيه عن مكان وملعب مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي بكرة. نروح ونشوف. طالما انك مش تلعب في الاسماعيليه فمش فارق تلعب في استاد اسكندريه او بكره، يعني تفرق ان اتحاد الكره ادالك مكان وادالك ملعب، وانت بدات تعمل اجراءاتك الاداريه واجراءات كل حاجه واجراءات فنيه كمان، وفي الاخر خالص بيجي بيغير المكان ليه؟ الاول يعني عايز اسال سؤال، لو الامن اللي رافض والامن قال انها تتلعب في برج العرب على دماغنا مش هنقول ربع كلمه، طب ليه اتحاد الكره قال لنا استاد اسكندريه وانت بتبعت لنا موافقه من غير ما تجيب موافقات امنيه؟ يعني انت بتبعت لنا مكان الملعب من غير ما تجيب الموافقات الامنيه؟ طب لو انت جبت الموافقات الامنيه يبقى ليه تغير المكان؟ يعني بص، في الاخر هنلعب المباراه مفيش ادنى مشكله، ولكن ده بيخلينا يعني نقول يا جماعه ان الاوان ننهي موضوع ان الاهلي ما يجيش الاسماعيليه. احنا دلوقتي العلاقات مع النادي الاهلي علاقات رائعه. يكفي ان في حجز الفندق النادي الاهلي لما قالوا له ده الاسماعيلي حاجز قال ايه المشكله، احنا انديه مصريه واحنا اشقاء وما فيش ادنى مشكله. فالروح الجميله دي احنا مش عايزين نفقدها، ومش وانا بتكلم دلوقتي مش بعترض او النادي بيعترض على اي حاجه، احنا مع النادي الاهلي اتمنى مع العلاقات الجميله الرائعه ان تطلع مبادره من النادي الاهلي يقول انه ما عندوش مانع يلعب في الاسماعيليه وفي اي وقت. ويا سيدي الموسم ده خلاص، يعني انا بقول الاتحاد الكره انت حددت ملعب اسكندريه نلعب في اسكندريه في الاستاد، الاهلي بقى يختار الماتش بتاعه اللي جاي في الملعب اللي هو عايزه في اسكندريه في اي مكان، ده حقه زي ما هو ده حقنا. لكن في الاخر خالص بقول وليه نعمل ده وده؟ ما الاهلي يشرف في الاسماعيليه واحنا نروح نلعبه في ملعبه، ايه المشكله يعني؟ كلام رقيق جدا، ظاهره الرحمه ولكن باطنه العذاب. ليه؟ لان اولا انا بس عايز اخد اللي بيتفرجوا علينا لحته مختلفه شويه. الفيديو ده فين يا أسامة؟ في قناة الزمالك. في قناة الزمالك. يعني يا جماعة من الكياسة والفطنة إن إحنا لما بنتكلم في شيء فيه حساسية شوية وما بين ناديين جماهيريين زي الأهلي والإسماعيلي، مش من المنطقي إطلاقا إن أشوف النقاش ده دائر على قناة نادي منافس طرف ثالث في الدوري. مستحيل تشوف المشهد ده. واستاذ علاء وحيد طلع وضح وجهة نظره في كذا مكان امبارح، وعلى فكرة كابتن عبد الواحد السيد اتكلم باحترام وسأل أسئلة منطقية وكل ده، ولكن أنا لازم أبقى حذر وأنا طالع بتكلم في أزمة زي دي في قناة نادي منافس ثالث في الدوري. النقطة بقى الأهم اللي لازم نقف عندها، لأن هي تبان شيك وتبان جميلة بس هي ما ينفعش تعدي، فكرة ان النادي الاهلي يبادر ويطلع بيان ان هو ما عندوش مشكلة يلعب في الاسماعيلية، ده اسقاط ضمني معناه ان النادي الاهلي عنده القدرة او التحكم في ان هو يقول المباراة تتلعب فين، وده مغلوط تماما. النادي الاهلي مش من حقه يصادر على امن الاسماعيلية ويتكلم في ظروف تخص المباراة تتلعب فين. النادي الاهلي اولى لو هيتكلم يقول انا عايز الاسماعيلي يجي يلعب في القاهرة. النادي الاهلي لو هيطلع بيان مش هيقول انا ما عنديش مشكله العب في الاسماعيليه اطلاق، ده شيء يخص الامن بتاع الاسماعيليه، انما هيتكلم فيما يخصه ويقول انا عايز النادي الاسماعيلي يجي يلعب في القاهره. ليه الاهلي ما عملش كده؟ لانه مؤمن باختصاص كل واحد وان الامن هو ادرى بظروف المباريات. لما جينا لعبنا البنك الاهلي في استاد الماكس خلاص النادي البنك الاهلي قدر ياخد الموافقه بتاعه اللعب في استاد الماكس،
كابتن سيد عبد الحفيظ الرجل المسؤول طلع وصرح قال انا ما عنديش مشكله طالما النادي جاب موافقته الامنيه. اذا هنا اي منطق للكلام ان يجي نادي الاهلي يقول او يبادر بانه ما عندوش مشكله في الاسماعيليه؟ والمصري والاسماعيلي يا جماعه بيلعبوا في برج العرب وهما الاثنين من القناه، وده شيء غير منطقي. بخصوص نقل المباراه، حتى فارس اللي بيقول انا خلاص استمت نفسي على ان العب في اسكندريه، النادي الاهلي قبل كده لف بالباص من على الدائري وهو رايح يلعب في غزل المحله، قال لك المباراه في برج العرب، فالنادي الاهلي التزم تماما وراح لعب المباراه. ويعني اتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه في عدم وجود جماهير، والله ما بتفرق كتير فكره الملعب اللي بنلعب عليه. وقلنا قبل كده ان كل نادي عنده مباراه هو من حقه يختار الملعب اللي يريحه ويجيب موافقه اتحاد الكره واتحاد الكره او يجيب الموافقات الامنيه، وده اللي اتقال قبل كده كتير من رئيس لجنه المسابقات. وقلنا ان النادي الاهلي سهل جدا زي ما الاسماعيلي بيجي يلعب المقاولين في القاهره يجيب موافقه الامن في القاهره ان النادي الاسماعيلي يلعب في القاهره. اذا المتضرر هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مباراته بتتلعب في ارض محايده. اما لو النادي وهنروح بعيد ليه؟ ما هو مش عايزين نروح لفكره النتائج اللي بيحققها نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه. هل النتائج اللي بيحققها نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه بيتضح منها ان في دافع قوي لنادي الاسماعيلي، النادي الاهلي يخشى مواجهه الاهلي في الاسماعيليه؟ بالتاكيد لا، واعتقد انتوا ادرى بفكره النتائج والمواجهات، مش نتائج الاهلي والاسماعيلي فقط لا غير، لا حتى لو رجعتوا نتائج الاسماعيلي في الاسماعيليه مع فرق بالتاكيد في منتصف الجدول كانت نتائج اعتقد مش ايجابيه للاسماعيلي، لكن ده الوضع اللي بنتكلم فيه دايما المسؤولين وبننبه على المسؤولين. يا ريت يا جماعه بلاش فكره دايما نلقي الشماعه على النادي الاهلي، قبل كده حدث كتير جدا وما صدقنا خلصنا من الواقعه دي، ان النادي الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من اللاعبين، النادي الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من لاعبيه، بطولات الاهلي بلاعبي الاسماعيلي، وشفنا في الفترة الأخيرة النادي الأهلي فاتح إيديه بشكل كبير جدا لنادي الإسماعيلي، لو حب أي لاعب في فترة انتقالات يناير كان يقدر ياخده باعتراف ناس مسؤولة في النادي الإسماعيلي على رأسهم الكابتن علي بوجريشة والكابتن سيد بازوكا. بالأمس أيضا طلع لما اتسأل كابتن محمد حمص هو أحد رموز نادي الإسماعيلي نفس السؤال، هل النادي الأهلي بيفرغ الإسماعيلي من لاعبيه؟ كان ده رده، نشوف الفيديو. الاهلي فرغ الاسماعيلي من نجومه، وانت احد الجيل اللي مشي من لاعبيه كتير من الاسماعيلي للاهلي. شفتها ازاي المقوله دي؟ هل مقتنع بيها؟ لا انا مش مقتنع بيها، يعني انا مقتنع ان انت لعيب في النادي الاسماعيلي وماضي عقد في النادي الاسماعيلي. انت كاداره تقدر تتحكم في اللاعب، تشوف ايه اللي يعني اللي يفيد النادي وتعمله. يعني مش لازم رغبه اللاعب او لا، انا ايه اللي يفيد النادي واعمله. طالما انا لعيب متعاقد معايا يقضي فتره التعاقد بتاعته وخلاص، ده احنا في احتراف تمام يعني. مش مضطر تبيع يعني على مش مضطر ابيع يعني. لازم اوجد بدائل زي ما قلت لحضرتك. اهتم انا بقطاع الناشئين مهم جدا يعني. بيعجبني جدا صوت العقل لما يكون رمز من رموز نادي الاسماعيلي ومش قلقان من غضب جماهيري لما يطلع يقول حاجه زي دي. فطبعا كل التحيه لمحمد حمص، وطبعا سبقه قبل كده الكابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي وقال نفس الكلام، قال يا جماعه الموضوع ما تلقيش بيه على النادي الاهلي، النادي الاهلي وفي عصر الاحتراف انت من حقك كاداره نادي ان انت توفر البديل، واعتقد ده بيحصل في كل الانديه. واعتقد يا فارس عشان ما تطلعش فكره الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي ليه؟ نفضل نردد فيها سنين وسنين. احنا بالفعل بنتمنى ان الامور او النادي الاسماعيلي يكون قادر على الحصول على الموافقات الامنيه، ومفيش مشكله في عدم وجود جماهير ان انت تلعب في اي مكان. أنا زي وحتى لو في جماهير، حتى في جماهير فزنا بسداسيتين في الاسماعيليه 6-0 و6-0، وبرده بقول ان دايما السؤال بيطرح هو السؤال العكسي، ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه؟ لا انا سؤالي الدائم ليه الاسماعيلي ما بيجيش القاهره؟ بس القصه ببساطه. اما فكره انتقالات اللاعبين زي ما وضحنا، ما فيش لاعب النادي الاهلي ضمه من الاسماعيلي ما كانش بتفاوضه انديه سواء خارج مصر او النادي المنافس في مصر. فاذا عدم انتقال اللاعب ده للاهلي ما كانش معناه ان هو هينتقل او هيفضل في الاسماعيلي، بالعكس كان هيروح انديه اخرى. شفنا في الفتره الاخيره لما الاهلي ما ضمش اللاعبين من الاسماعيلي برضه راحوا انديه اخرى. حبينا نقف قبل مباراه الاسماعيلي عند النقاط دي، ونتمنى بكره زي ما أسامة قال يكون ده تمهيد لمباراة فيتا عشان بإذن الله نحقق النتيجة المرجوة بكرة، مقدمة لصعود يليق بالنادي الأهلي واستفاقة تليق بالنادي الأهلي.